ليله فاتح من توقف. شنو السبب؟ خاكم دخل في النقابه. انا باش من دخل انا عندي مع الخاوه ولا خاوه خدم على راس وانا خدم على راسي. هذه محاربه ديال العمل النقابي، محاربه ديال اتحاد وطني الشعوب المغرب. هاد الناس هادو محاقرين خالص. الشركه هذه ما راعاتش الظروف ديال العامل ديالها نهائيا. عملت واحد لاكسيدون ترافاي درهم ما تعوضش فيها خالص. من يومنا هذا العيد داخل عزيز الله ما عندنا باش نشريوها خير. اللي كرا الاخرين ما عندناش باش نخلصوا. هاد الاشخاص كيبان منهم ضرب 7 سنين، كاين اللي ضرب 5 سنين. دابا العيال كاين تضرب فوقاش ما يجي، قال لك باباك خدمتي، باباك خدمتي. والله الا على الصباح راه خليت بوحدي تما باباك فيه باش كنمشي نخدم، كنقول ان شاء الله غادي نخدم. السلام عليكم، حنا عمال نظافة ميكومار طنجة. حنا تقريبا 24 واحد عاملين هنايا على ما اظن 24 واحد او 22. جينا كنطالبوا بالحق ديالنا. هاد الناس هادو محاقرين خالص. المشكل اللي وقع لنا خير العزيز 3 سنين وحنا خدامين تماره والعروقات وزر الدماء والشطاب نقي المدينه ديالك هالليل هالصباح هالعشيه، في الاخر نهار واحد فاتح ما يجراو علينا وطردونا. طردونا هاد الناس هادو، طردونا خير العزيز. وكنا عملنا واحد المصطلح مع السيد العمده الليموري مني الليموري، قلنا زمان كنطالبوا منه الله يجازيه بالخير من هاد المنبر هذا، كنقولوا له يعني مرضتش علينا وما قالناش شي حاجه وباقي ما بديناش الخدمه ديالنا، وحنا كنطالبوا من هاد الناس هادو كنطالبوا منهم العمل. خصنا خدمة، الحاله الاجتماعيه ضعيفه، العيد اخي العزيز والله ما عندنا باش نشريوها اخي، اللي كرا الاخرين ما عندناش باش نخلصوا. جينا عند السيد الوالي كنطالبوا منه الله يجازيه بالخير والله يطولوا ربي الحبيب في العمر. كنتمنى وكنتمنى سيد محمد السادس نصره الله يتعاون معنا. هاد الناس هادو محقرين، هاد الناس هادو معدين علينا ومعدين علينا واحد التعدد التعسف حقره حقره. راه عاملين فينا ما بغاو، راه عاملين في الاخوان ديالنا قدامين عاملين فيهم ما بغاو، معدين. راه مواد بشريه ماشي مواد بشريه، راه معدين علينا واحد الدرجه الاولى. راه ما كرهكش ما تكونش انسان. حنا كنا كنعرفوا عامل نظافه عنده شخصيه كبيره في الدول الاخرى كيسميوه مهندس نظافه. حنا ناخي لازم نقسمونا لا مهندس نظافه لا والو، حنا معدين عينينا وما محسوبينش، حنا واحد بعوضه في الكره الارضيه، حنا من اواخر ديال الانس تقريبا من الاخر. تقريبا كاملين عندكم عائله؟ كاملين عندنا عائله وكاملين بينا مزوجين وكاملين بينا، كاملين بينا مزوجين وعندنا الوليد. خي العزيز راه هادشي هذا كامل اللي كتشوف هادشي هذا كامل راه عامله مواد بشريه وعامله الانتماء النقابي. هادشي كامل الفيلم ديالو على حسب الانتماء النقابي. وكاين حنا تقريبا كاملين بينا تقريبا مرمناشين عنده الاخوان ديالنا العائلات ديالنا، كيكون شي واحد في الوسط كيضربوك به. كنطالب السيد الوالي خصو يشوف معاهم الحل، كنطالب منهم كنقولوا الله يرحم والديك حنا خصنا غنخدموا، خصنا نخدموا حتى حنا بكرامه ديالنا بالبريمات ديالنا ديال العيد، بريمات العيد الصغير، الدخول المدرسي، حق الزيادات، الجواج، المواد، حتى حنا نستافدوا من اي حاجه ديالنا. خدام مع الشركه ديال 3 سنين، بدينا غير بالحديد والشركه لا في السيطه اللي مشات بحالها. شي 7 شهور ولا شحال وحنا خدامين بديك التطر. انا كنت خدام مع الشيفور، كنمشي مع الشيفور، كننزل نعمل له الكاله للرويضه باش نخدم انا موراه. ما كاين لا فران لا والو. 3 سنين وحنا جبدوا، خدام 3 سنين بالليل، هنا بوليفار. في الاخر ليله فاتح من انت موقف. شنو السبب؟ خاكم دخل في النقابه. انا باش من دخل انا عندي مع الخاوه ولا الخاوه خدام على راسه وانا خدام على راسي، ودابا انا عندي وليدات وكاري وداك شكون يخدم عليا الخاوه؟ تلتي وانا كنضحي وكتخدم لي الربو ديالي وهذاك مزيانه. اليوم هذاك انت مصلح لشي الخاوه ديالك تابع النقابه اخرى، وانا ما عندي حتى دخله في النقابه اخرى ولا في النقابه، انا خدام على الشركه، انا كنعرف الشركه. المهم صافي هادشي اللي كاين. انا عندي 3 وليدات ومراه ويانا، انا اللي خدام دابا عاطل. راه ملي وقفنا انا جالس في الدار، والعيد هذا والله العيد هذا والله ما ضرب فيها ضربه. وهذا واش غادي نقول لك انا بعدا من عندي الدعوه بهم الله، راه عندي وليدات وهذا. دابا العيال كاين تضرب فوقاش ما يجي، قال لك باباك خدمتي، باباك خدمتي. والله الا على الصباح راه خليت بوحدي تما باباك فيه باش كنمشي نخدم، كنقول ان شاء الله غادي نخدم. ايوا هادشي اللي كنتمناو الخير ان شاء الله من عند سيدي الوالد، دخلنا في هذا المشكل ديالنا ويهدام الله ونرجعوا للعمل ديالنا. يعني انا بديت من ديمار الشركه من هذه 3 سنين، ومن ناحيه هذه الشركه هذه ما راعاتش الظروف ديال العامل ديالها نهائيا.
من ناحيه الشغل ولا شي حاجه، هادشي ما كاينش، مردوديه كاينه عند العمال كاملين. وانا كنظن هذا تصفيه حسابات داخل المؤسسه، حنا فينا ضحيه القضيه النقابه. مع العلم انا بعدا على نفسي ما مقطع لا هنا ولا هنا، منتمي حتى للنقابه حتى الاتجاه، وجا عندي واحد من المسؤولين قال لي قطع معنا النقابه، وتقطع النقابه، قلت له لا انا ما كنقطع النقابه لا هنا لا هنا. ما درتش مراشره، انت كنلقى راسي انا مع الناس مطلوبه من ناحيه مردودية، ما هذا الشيء ما كنتقبلوش. نعاودوها، السبب اللي تفاجئنا بينا الواحد فاتح معي في عند الشغل، اللي سمعنا من عنده من كلام الاخر بلا قوانين الشغل، بلا شي ورقه او لا، يعني يقولوا في مثل تاك شي ورقه بان انتنا مطلوب او لا فند كونترا او لا تساليتي او لا، هو 3 سنين اخي العزيز، يعني 36 يوم، 36 شهر، اسمح لي عفوا، 36 شهر، يعني تا خدام كتدمر في الاخر غتسمع واحد الهضره بانك انتنا عندك مردوديه ديالك ضعيفه، فايش؟ في الهاتف النقال، ماشي حتى شي ورقه. كاين اللي سردوا له خاه قالوا انتنا ما تجيش، كاين اللي كان كونجي هو ناعس ما بالو ما به ما عليه، ناعس مع راسه، يعني تكي عارف راسه كونجي نهار الفلاني غيدخل، نهار واحد فاتح ماي هيصوني عليه تليفون يقول له عندك مردوديه ديالك ضعيفه وانتينا موقفين، واش شاف انا كنت كونجي انا كذا انا كذا، لا خي ما تهدرش معايا، قال لك انتينا صافي مطرود جريني عليك. شنو نسميوها اخي العزيز؟ دابا بالنظر هذاك تينا شنو غنسميو هادشي هذا حنا كامل؟ واش نسميوه عامل نظافه تعاملوا معنا هاد الناس؟ شنو نسميوه معامله انسانيه؟ ها؟ وجاوبني دابا تينا قول لي واش معامله انسانيه هادي؟ هادي ماشي معامله انسانيه، حاشا ولله نسميوه عمل انساني هذا. عملت واحد لاكسيدون ترافاي درها ما تعوضش فيها اخي العزيز. اليومين هذا. وانا عامل معك اكسيدون ترافاي وما تعاملتش حتى مع العامل ديالك. ما طلعش حتى النهار حتى 25% او لا 25% او لا غير 10% ما طلعش، ولو غير 100 درهم نعطيوها لديك الكلب راه فينا ونعطيو له ديك 100 درهم يمشي يدي باني فيها عنده مسؤوليه، ما كايناش اخي ناس. نوصل لك بان كاين اللي مقطع يده، كاين اللي كذا، بزاف ديال الحاجات، بزاف ديال الحلول اللي كاينين اخي ناس، بزاف كاين بزاف ديال الحالات. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للموقع الاخباري طنجاوي. حنا اليوم 17 ماي 2024 امام ولايه طنجه اصيله مع مجموعه من العمال ديال شركه ميكومار، العمال اللي كنساميهم اتحاد وطني الشغل بالمغرب اللي كيمثلهم المكسب النقابي ديال الشركه بالمناسبه اللي هو النقابه الاكثر تمثيليه داخل الشركه. الهدف من هذه الوقفه هو ايصال صوت هاد العمال وصوت النقابه المسؤولين ديالنا خصوصا وزاره الداخليه والسيد الوالي بحكم انهم الجهه الوصيه على هذا القطاع. بعد محاولة من السيد العمدة، وطبعا حتى السيد العمدة لم يستدعينا ولم ينعقد ذلك اللقاء الذي وعدنا به، فاضطر التعسف في ذات العمال هذا ليلة فتح ماي بدون وجه حق حقيقة، منهم من قضى، القليل فيهم عنده عامين هنا، عامين 3 سنين عفوا، القليل فيهم عنده عامين 3 سنين، وكاين اللي عنده أكثر بدعوى أن المردودية ديالهم ضعيفة، يعني غريبة هذه الحجة هذه، المردودية ضعيفة، يعني ظهرت غير الساعة هذه مردودية ضعيفة، وما كاينش شي حاجة هناك تثبت هاد المردودية ضعيفة، ليس هناك ملف، كنعرفوا حنا حتى قانونيا هناك ما يسمى بالتدرج والعقوبات. ما كاينش لا إنذار لا توبيخ لا إثارة لا لفت انتباه لا حتى شي حاجة من هذا القبيل هذا. بالتليفون الليلة ديال فاتح ما يسمحوا لنا راكم سالت لكم كونترا الله يعاون. وعلينا فساد الكونترا بالطريقة هذه راه فيها نظر قانوني، فهمتي راه حقها هي تؤسس الهشاشة في قطاع الشغل، نحن نرفضها ولا نعترف بهذا النوع ديال الكونترات. العامل ملي كيقضي واحد المدة معينة راه يصبح رسمي داخل الشركة، تعمل مخالفات قانون واضح، نظام العقوبات، لا المدونة ديال الشغل، ولا ربما النظام الداخلي، ولا التأثير ديال النقابة، حنا ناس مسؤولين، حنا ما كنقولوش للعمال يعملوا الفوضى، أما يلتزموا في الشغل ديالهم وندافع على حقوقهم في إطار القانون، إطار الشرعية اللي كيمنح لنا حسن الدستور المغربي، لان النقابات هي اولا هيئه دستوريه واللي كتمثل العمال. فاضطر حنا اليوم هنا وحنا على ابواب عيد الكبير، يعني نطلبوا الله سبحانه وتعالى ان المسؤولين ديالنا ينظروا بعين العطف لهاد الناس هادو اللي غالبا الان انا متاكد ان ما كيجبروش حتى باش يصرفوا على وليداتهم، خصوصا ان فيهم ناس اللي عندهم اسر. اذا فبالنسبه لنا خلاصه الكلام، هذه محاربه ديال العمل النقابي، محاربه ديال اتحاد وطني الشغل بالمغرب، يعني
كنقابة مواطنة مناضلة تدافع عن الحقوق المشروعة ديال العمال، وحنا هنا باش نوصلوا هذه الرسالة هذه، وللحديث بقية كما يقال في محطات أخرى إن شاء الله. وأشكر مرة أخرى يعني الموقع الإخباري ديال طنجة. ميكانيك في شركة ديال ميكومار المدة ديال 17 سنة. جيت نضمنوا مع الإخوان ديالنا اللي تم الوقت ديالهم ليلة فتح ماي، وهذا الشيء هذا كيحز في النفس صراحة، لأن هاد الأشخاص كيبان منهم ضارب 7 سنين، كاين اللي ضارب 5 سنين، كاين اللي ضارب 3 سنين مع الشركة ديال ميكومار. وكما نعلم جميعا أن هاد الشيء هذا غير قانوني، وزائد إضافة إلى ذلك أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية ديالهم اللي كيعانيو منها ما كتسمحش الصراحة أن باش تجي الشركة في واحد الظرفيه يعني هذه وتجي توقفهم على حساب الانتماء النقابي ديالهم ولا لاسباب تافهه مثلا. وكما كنعرفوا كاملين بلي ان كيكون الاجر تابع للمؤسسه، تابع ليلا قانونيه واقتصاديه. فجات الشركه لا قالت لك بلي ان يعني الاسباب القانونيه هما اخترقوا بهاد المساطر، يعني ما فهمتش علاش بنات هذا الاساس ديالها، ولكن ما كاين لا انذار لا توبيخ لا توقف على العمل. ديريكت جات وقفاتهم، علاش ما نعرف؟ قالت لك بلي ان العقود ديالهم تسالات، وحنا كنعرفوا بلي ان العقود فين هي هذه العقود ديال 3 سنين عام ديال الوساطه، وما ما الشركه ما فهذا غير قانوني، راه باين القانون راه باين واضح في هذا المجال هذا. وجينا حنايا هنايا عند الوالي باش نوصلوا الصوت ديالنا للوالي المحترم باعتباره اعلى سلطه في مدينه طنجه، واللي كيخول له المشرع المغربي ان يتدخل في اختصاصات ديال السيد العمده المحترم. من بعد ما توجهنا عند السيد العمده وكان امنا مع حوار، لكن هذا الحوار دان بدون جدوى، فجينا كنطرقوا وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى ان السيد الوالي المحترم ان يتدخل ويشمل حال هاد الاخوان ديالنا المطرودين، لان احنا مقبلين على هاد الاضحى. كما نعلم هاد غلاء الاسعار وزائد هاد الاضحى وهاد الاسر هادي 22 اسره، يعني ماشي 22 فرد، 22 اسره، وكل اسره مكونه من 6 7 8 الافراد، ان راه هاد الوضع هذا راه متازم، وكنتاسفوا على هاد الشيء هذا، وكنتمنوا من الله ان السيد العمده يتدخل ويشوف من الاحوال ديال الاخوان ديالنا المطرودين. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.